منتخبنا الوطني ان شاء الله هتغادر بعثته عصر بكره ثلاث الى ابيجان العاصمه الايفواريه، وذلك من اجل خوض بطوله كاس الامم الافريقيه. المنتخب يسافر بقائمه تدوم بسبب. انا بصراحه النهارده قعدت اضحك يعني، الاثنين اصدقائي واخواتي وحبايبي جدا وكل حاجه، ولكن يعني ايه اثنين رؤساء بعثه؟ ما فهمتهاش دي، هتكلم عنها بعدين. ولكن في ظل ان احنا بنسمع، يعني انا مثلا عمري في حياتي ما شفت ان النادي الاهلي طلع بعثه برئاسه فلان وفلان، ما شفتهاش. رئيس البعثه بيبقى واحد، ورئيس البعثه بيكتب تقرير لمجلس الاداره من الالف للياء، فان هو واحد مش عارف الحقيقه. فالمهم قائمه المنتخب تضم 27 لاعب تحت قياده روي فيتوريا، وزي ما احنا تابعنا منتخب مصر امبارح كسب تنزانيا بهدفين دون رد، وده كان في البروفا الاخيره قبل الامم الافريقيه. مستر فيتوريا كان حريص على ان يكون اللاعبين في راحه تامه وخروج من المعسكر عقب مواجهه تنزانيا، ثم خوض مران اساسي فقط صباح الثلاثاء، ثم السفر الى طيب هنعرف تفاصيل اكتر فيما حدث لمنتخبنا الوطني. ولكن خلينا نروح للاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني. يا استاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام مساء الفل حضرتك بخير. يا رب دايما ودايما منتخبنا يكون بخير. الحقيقه الناس مطمنه، الناس مبسوطه، الناس سعيده بكل ما يحدث خلال هذه الفتره، فتره اعداد مصغره او فتره تحضيرات مصغره. انتهت امس بالمباراه، النهارده راحه، بكره تمرينه خفيفه. ان شاء الله الجميع يتعاهد على الفوز بهذه البطوله كما وعد كابتن محمد صلاح كابتن منتخبنا الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته وتحفيزه لمنتخبنا الوطني. يعني كابتن اسلام طبعا يعني بضم صوت حضرتك، طبعا يعني الحمد لله الدنيا ماشيه كويس. المعسكر من بدايته الحمد لله اللعيبه كلها مركزه، ومش المعسكر ده بس كابتن اسلام، يعني كذا مداخله مع حضرتك قبل كده في كذا معسكر وكذا مباراه سواء وديه او رسميه. نعم. يعني اللعيبه كلها بتتكلم على يعني بطولتهم افريقيا، وان هم لازم يتواجدوا بالبطوله، ولازم يبقى في لقب في تاريخهم. الجيل الحالي بيضم الحقيقه لعيبه كبيره جدا، سواء صلاح، تريزيجيه، النني، حجازي، محمد الشناوي، امام عاشور، زيزو، الناس يعني اكثر من لعيب. حاجه مش عايز اقول عشان ما ننساش حد، اللعيبه كلها طبعا مكوكا وحمدي فتحي، عندك لعيبه وعندك يعني الحقيقه اماكن كتير كويسه جدا، عندك يعني اكثر من لاعب الحقيقه اللعب اساسي. فاللعيبه كلها يعني زي ما بيقولوا احنا يعني الثالثه ثابته ان شاء الله. احنا صعدنا الاثنين نهائي قبل كده وام افريقيا. الجيل الحالي لازم يعني يبقى في تاريخه بطوله، يعني صعد كاس العالم 2018 وكان قريب جدا من الصعود لكاس العالم 2022 اللي بتاع في قطر. فبالتالي هم يعني املهم وبيقاتلوا الحياه ان هم ياخدوا هم افريقيا اللي جايه، فده حافز وحافز قوي جدا. وزي ما انت قلت محمد صلاح يعني وزياره فخامه الرئيس لتدريب المنتخب، وده ياكد اهتمام طبعا سياده الرئيس واهتمام الدوله بالمنتخب، وعارف يعني أهمية إن منتخب مصر يحقق بطولة أمم أفريقيا للشعب. وعارف إن حضرتك طبعا كنت موجود في أكثر من بطولة كابتن إسلام، وبشوف فرحة الجماهير سواء في المنتخب أو سواء في النادي الأهلي، وبيبقوا موجودين في الشارع. وقد إيه كرة القدم طبعا كرة يعني حاجة مؤثرة في الشعب ولدى الشعب. فإن شاء الله بإذن الله اللعيبة جاهزة والجهاز الفني جاهز، الناس كلها والله بتبذل مجهود. يعني طبعا ده الدور اللي هو موجود من على اساسه في المنتخب، لكن الناس بتبذل مجهود ومجهود مضاعف الحقيقه عشان يحققوا حاجه لمنتخب مصر. وان شاء الله ده اللي يحصل زي ما حضرتك قلت، بكره ان شاء الله تدريب المنتخب بتدريب صباحي، وبعد كده ان شاء الله يعني نوجه لكوتيف ديفوار الساعه 3 طياره خاصه يعني موفراها وزاره الرياضه، التنسيق مع اتحاد الكوره واهتمام طبعا وزير الرياضه واتحاد الكوره والناس كلها هي مهتمه بالمنتخب، وده يعني حق اصيل طبعا منتخب مصر، يعني بيمثل مصر وبيمثل يعني قد ايه عارفين كره القدم بتمثل فرحه للجماهير. فان شاء الله يعني نتوج بالبطوله. طيب ممكن تقول لي موقف عمر كمال عبد الواحد؟ عمر يا كابتن زي ما الدكتور محمد ابو العلا يعني بعد الماتش امبارح تقلص في العضلات،
وده يعني ان شاء الله يعني 3 لـ4 ايام وهيبقى جاهز ان شاء الله، وحسب تصريحات الدكتور محمد ان شاء الله يبقى جاهز لماتش موزمبيق يوم 14، ما فيش مشكله. اللعيبه كلها ان شاء الله الحمد لله اللعيبه كلها جاهزه، مفيش حد عنده مشاكل ولا حاجه، كل الامور جيده، كل اللاعبين جيدين. يعني كل اللعيبه جاهزه، يعني محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر جاهز، يعني احمد الشناوي واحمد الشناوي هيبقى جاهز ان شاء الله لماتش موزمبيق. لكن اللعيبه كلها الحمد لله يعني ما فيش حاجه جامده، اللعيبه كلها سليمه، واللعيبه كلها طبعا بتقاتل انها تتشارك. طيب يعني كده يا استاذ محمد نقدر نقول قبل مباراه موزمبيق 27 لاعب جاهز لتمثيل منتخب مصر في اولى المباريات بقى على حسب الرؤيه الفنيه لفيتوري. بالظبط بالظبط كده يا كابتن، يعني اللعيبه كلها جاهزه، وكله طبعا لما حضرتك شايف بيقاتلوا ان هو يبقوا موجودين في التشكيله الاساسيه، حتى احمد حسن كوكا احمد نبيل كوكا لما اتصاب كان الحقيقه يعني كان خرج وهو طبعا متاثر، وكان عنده يعني رغبه قويه جدا ان هو يكمل في صفوف المنتخب، نفس الامر طبعا لاسامه جلال، لكن طبعا حظهم وحظنا وحش طبعا ان ما بقاش موجودين معانا، لكن ان شاء الله البركه في الموجودين، واللعيبه كلها زي ما قلت لك كابتن اسلام، اللعيبه كلهم يعني جاهزه وكلهم بيقاتلوا ان شاء الله يبقوا موجودين في اول ماتش موزمبيق ويحققوا 3 نقاط ان شاء الله، وبعد كده ماتشات غانا وماتش كاب فيردي، وان شاء الله نوصل للنهائي ونحقق اللقب باذن الله. محمد صلاح ودوره في تحفيز اللاعبين خصوصا بعد زياره الرئيس. يعني هو اللعيبه كلها كابتن، يعني صلاح طبعا يعني قائد كابتن الفريق طبعا، طبعا قائد وبيحظى بحب واحترام للعيبه كلها، ونفس الامر طبعا الحقيقه يعني من الحاجات المميزه جدا في المنتخب او الجيل ده كابتن اسلام، اللعيبه كلها على علاقه كويسه جدا جدا ببعضهم، يعني حجازي الشناوي حمدي فتحي كهربا، يعني حاله مرموش وتريزيجيه طبعا حاله وفاق وحاله انسجام الحقيقه بين اللعيبه كلها والله كابتن اسلام في المعسكر، كلهم طبعا على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا فعلا، فان شاء الله دي تبقى سبب قوي وسبب رئيسي ان شاء الله ان احنا طيب. يعني يا رب ان شاء الله الوصول بكره ان شاء الله، يعني لو تقدر تشرح لنا الثلاث اربع ايام القادمه لغايه يوم المباراه يا استاذ محمد. يعني ان شاء الله احنا بكره هيبقى تدريب صباح يا كابتن ان شاء الله، بعد كده هنسافر طياره خاصه 8 ساعات رحله الطيران، بعد كده هيبقى في 8 ساعات؟ من 7 ل 8 ساعات رحله الطيارات. بعد كده هيبقى تاني يوم هيبقى فيه يعني اجتماعات من الكاف اللجنه المنظمه، سواء بقى اجتماع منشطات او اجتماعات تحضيريه للتعريف بالبطوله واجتماعات اعلاميه واكثر من حاجه في 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 عقب الوصول على طول تاني يوم، ويبقى فيه تدريبات للمنتخب بصفه يوميه، وهيبقى فيه مؤتمر صحفي قبل الماتش بيوم، لكن فان شاء الله الدنيا في زميلنا علي الاداري علي محمد علي، يعني نائب الكابتن محمد علي موجود هناك من 3 أو 4 ايام ومعاه الطباخ المنتخب بينسقوا لاستقبال الفريق، وزي ما قلت لك قبل كده كابتن كان في يعني اكثر من زيارتين قام في يعني قام بيهم وفد اتحاد الكره او اداريين اتحاد الكره قبل كده، مينا سامح وشعبان بصاوي زاروا مرتين الفنادق والملاعب اللي هيتدرب عليها المنتخب، وسواء ملعب وتفقدوا برضه ملعب المباراه، فان شاء الله كل حاجه يعني مجهزه وبالتنسيق مع سفاره مصر هناك في كوتيف ديفوار، الحقيقه عاملين شغل كبير جدا، فان شاء الله باذن الله يعني كل حاجه مترتبه وكل حاجه جاهزه، وان شاء الله نتمنى، انت عارف طبعا الامكانيات في افريقيا كابتن حضرتك خبره طبعا طبعا اتمنى ان احنا نصعد كاول عن هذه المجموعه عشان نكمل في ابيجان، الحقيقه مهما كانت الظروف تبقى ان شاء الله ابيجان افضل من اي حاجه ثانيه. لا طبعا يعني الامكانيات طبعا في افريقيا بتبقى عكس اي دول ثانيه او شمال افريقيا شمال افريقيا تحديدا، لكن ان شاء الله المنتخب والاتحاد ووزاره الرياضه موفرين يعني الحمد لله متطلبات المنتخب، وان شاء الله يعني يحقق المطلوب، واللعيبه يعني عارفه اهميه المرحله اللي جايه، و وكلهم زي ما قلت حضرتك في الاول خالص كلهم مستعدين وجاهزين للبطوله ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا استاذ محمد على كل هذه المعلومات، ان شاء الله ربنا يكرمنا ويستطيع منتخبنا الوطني ان يعود من
كوت ديفوار بكأس هذه البطولة. زي ما قلت لحضراتكم الدولة كاملة تقف خلف منتخبنا كالعادة، 120 مليون مصري، فخامة الرئيس متواجد دائما في مثل هذه الأحداث، دائما يعني كلماته وتحفيزه للاعبين أعتقد أن هم هيضعوها أمام أعينهم خلال الفترة اللي جاية، هيضعوا أمام أعينهم أيضا 120 مليون مصري أو 110 مليون مصري ينتظروا إن شاء الله فرحة بعد العودة بالكاس، وإن شاء الله ساعتها يكون الاستقبال يليق الحقيقة إن شاء الله، إن شاء الله أن يكون هذا الإنجاز.